النادي الاهلي عمره ما كان سبب في مشكله على مدار تاريخه من 1307 من 1907 113 سنه، ده تاريخ النادي الاهلي. يمكن انا اتشرف النهارده اللي انا قاعد في مكاني ده ضمن بشوات ويعني وبهوات، سواء كانوا في مجلس اداره النادي الاهلي او سواء تولوا الاداره التنفيذيه في النادي. فدايما عايزين نفكر نفسنا كده، ايه المشكله اللي النادي الاهلي تسبب فيها على مدار تاريخه؟ هتكتشف وانت قاعد اللي مفيش مشكله النادي الاهلي تسبب فيها او تصدر لها، بل بالعكس النادي الاهلي دائما ما يكون الطرف لحل المشاكل، دائما ما يكون المؤسسه التي تساعد الدوله في حل المشكلات، دائما هي المؤسسه التي تعين الدوله بدورها الوطني بالاضافه الى كثير من المؤسسات. فده النادي الاهلي.